السلام عليكم خوتي المغاربه، معكم صاحبه قناه روتين اليومي نجي المراكشيه. انا داك الفيديوهات وداك الروتين وداك الشيء كامل ما رجعش عليه وما باغاش، ولكن الظروف قاسيه والظروف قاره والظروف تتجبرك وتتحكمك انك دير شي حوايج اللي انت ما رجعش عليهم وانت ما باغيهمش. ومن بعد ما درتي الحجاب ورجعتي تاني للروتين اليومي، علاش شنو السبب؟ حيت ما كاينش التفاعل، الناس ما تفاعلوش معايا، واخا المغاربه وعدوني وقال لي غادي نتفاعلوا معاك وانت رابطنا، ولكن ما كاينش تفاعل ما كاينش الدعم. واش بحال دابا اللي كتقولي للمغاربه عاوني ولا انت هذا؟ لا ما تنقولش لهم هكاك، حاشا ولله، بالعكس انا تنقول لهم الله يسهل عليكم والله يحفظكم الا ما عاونوني ودعموني الله يجازيكم بالخير. انا راه قلت لكم المغرب نخرج في المنبر الاعلاميه، راني قلت لكم انا غادي نشوف كي قبلتوني نتوما، قبلتوني معايا انا غادي نستمر، قبلتوني مستوره انا غادي نستمر. ما كاينش تفاعل، تفاعل ميت، ما كاينش تفاعل، ما كاينش. يلا درت فيديو، يلا درت فيديو، ولكن طلع على هذوك اللي كنت دايره فيهم الحجاب بزاف، طلع عليهم. تعريتي فيه بزاف؟ لا ماشي تعرت فيه، ما كاينش داك العرا، غير عادي، داك الشرع عادي وباين واضح. دخلوا لنا ديال مراكشي وغادي تشوفوا. حنا ما عندناش الظروف قاهره بزاف، واصلا هاد القناه تدري عندنا هاد الهلاله كامله وهاد الشيء كامل، باقي ما تنتخلصوا منها حتى ريال، حتى ريال باقي ما شدينا من هاد القناه. الظروف ديالنا قاهره، ما عندنا لا اب ما مره من رسم دارها، الكراتي تسنى، الظروف المعيشه راكم عرفتوا دابا الاسعار وهذا الشيء، الظروف قاهره وربي بوحدو اللي عالم بيه. بحالاش هاد الخدمه خويا؟ انا ما لقيتش اي، انا تعلمت صنعه، انا تعلمت صنعه، فين غادي نخدم؟ فين غادي نخدم؟ باش ما تعلمها فين بغيت نتعلمها؟ هي دارت نداء وقالت لهم هي دارت نداء وقالت لهم انا بغيت شي واحد اللي يعاونني باش ندخل شي مدرسه الحلاقه نقرا ولا لشي صنعه ولا شي حاجه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه، حيت حنا الناس كلشي عارفين شنو كاين. انا مهرسه من داري وباهم متخلي عليهم وكاريين وما عندناش، وفقط انا كنقولها لكم شكرا العبير، كنقول لكم الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير، ما تاخذوش عندنا واحد الفكره خايبه، حيت حنا ماشي بحال هكاك، فقط حنا بينا طرف الخبز، وكنتمنى منكم انكم تدخلوا وتعاونونا في قناتنا ديال مراكشيه. واللي بغى الله يرحم لي الوالدين، واللي ما بغاش الله يرحم لي الوالدين. وهاد البنت راه حسبوها بنتكم، وانا نهار قلت لكم راه نهار خرجت للصحافه حسبوها بنتكم ولات بنتكم، ما بقاتش بنتي، والله غالب الله اللي عالم بالظروف. واش انت راضيه على الروتين اللي كدير؟ اصلا بنتي ما تديش الروتين، بنتي ما تديش الروتين، صافي قالت لهم انا اخوتي المغاربه بغيتكم غير تعاونوني، بغيت غير الدعم ديالكم، ما كاين لا روتين لا حتى شي حاجه. ما كاين والو، كاين حتى شي حاجه ما كاينه، فقط الجمعيات الفاشلين اللي ناضوا دعوني، ولكن صافي هادشي اللي كاين. الوالد ديالها فاش كيشوفك ديك هي هذا تجاوبك على الوالد؟ انا ما عندي كاع الوالد، ما عنديش انا. كيشوف ما عنديش انا، ما عنديش باش نعرف الاراء ديال، ما عنديش انا لا والد لا حتى حد، انا ما عندي من غير ماما اختي. ولا والدني شماتة حمار ما عندوش حس المسؤولية، ولكن انا وكلت الله سبحانه وتعالى. حين تكون كان اب صالح، اسمح لي يا خويا، حين تكون كان اب صالح واب وقف معايا ما غاش نوصل هذا المصل كاملين. دابا فاش درتي هاد الفيديوهات كان شويه تحسنات القضيه؟ باقي داك الشيء، باقي هو داك، انا راه قلت لك في الاول باقي ما تنتخلصوش من هاد القناه. شحال وانت دايره هاد القناه؟ دايره من شهر 5، قرب نكمل عام من شهر 5. كاين شويه تفاعل مع الناس؟ بعض المرات تكون تفاعل، بعض المرات لا. شويه ما كملتش القرايه ديالك؟ ما كملتش. علاش؟ هكاك، حيت انا اصلا الظروف ربي بوحدو اللي عالم بها وما كنقراش مزيان. الحاله ديالي الله اللي تيعلم بها، حيت كلشي عارفين الناس دابا غلاء الاسعار، الكرا، الماء، الضوء، وانا ما خداماش، انا غير جالسه في الدار حيت انا مهرسه، وهذا الشيء راه دليت فيه في جميع المواقع بلي انا مهرسه، وماشي تنهضر تندلي وتنقول تنوري للناس انا راه مهرسه وما نقدرش نخدم. الناس يقول لي واش سيري تخدمي بالحلال، انا راه ما نقدرش نخدم، انا مهرسه من ظهري، مهرسه من الحوض، يعني ما نقدرش نوقف بزاف، ما نقدرش نجلس فوق الكرسي بزاف، ما نقدرش نهز الثقل، ما نقدرش بزاف د الحوايج. وانا تنقول لكم انا ديروني غير اختكم وبنتي ديروها غير بنتكم، وحنا راه ما بغيناش شي حاجه تتغضب الله وشي حاجه حرام، فقط كنتمنوا الدعم ديالكم، كي مدعمين الناس اللي ما تهبطوش من العماريه، كي مدعمين الناس اللي تيدعيو علينا، وكي مدعمين الناس اللي تيستحمرونا، دعمونا حنا، راه تنقول لكم حنا الطراف ديال رجليكم. واش سولتيني خويا هادشي السؤال؟ انا ما بغيتش نهضر على الزواج، نهار تكون شي حاجه موثوق منها نهضر عليه، فهمتي؟ نهار تكون شي حاجه اكزاكت غادي نهضر عليها، حاليا دابا داكشي باقي ما نقدرش نهضر. من طبيعه الحال
ولكن ما بغيتش نهضر على داكشي. نهار تكون شي حاجه نكون اكيد انا غنعيط لك ونقول لك شنو كاين. نهار تزوج واش باقي غتصحوا مروقه الفيديوهات؟ ايوا انا غنتزوج وبنتي غدا. انا ما دابا حاليا قلت لك راه الزواج شي حاجه بعيده عليا، فقط كاينين عروض ولكن داكشي تيبقى، حيت انا ما استفدت من الزواج حتى شي حاجه، استفدت منه غير المشاكل. ايوا ربما انا ما عنديش الزهر. انا الزواج باقي ما تنفكرش فيه دابا، انا دابا تنفكر ندير غير داري وندير باش نعيش. ولا تعط الضروره غادي نديرو بالروتين اليوم، الا ما دعمونيش المغاربه وانا مستوره غنديرو بالروتين اليوم. تزوجات الوداد وولادك يشوفوا هذا الفيديو واش غيكون احساس ديالك؟ انا قلت لكم نهار نافر تزوجت، انا اصلا ما غاديش نتزوج حيت اصلا الزواج ما فيه حتى معنى، والزواج راه قسمه ونصيب. تنقول لكم ولادي انا ندير داكشي باش ما نخرجش للزنقه، هاد الكلمات تكفيكم. اجي نقول لهم خوتي المغاربه نتمنى تقولوا الله يحسن العبان، وانا راه ما عندي لا اب ما عندي حتى واحد سوى الله سبحانه وتعالى، وانتم الا دعمتوني الله يجزيكم بالخير. وانا دوك الفيديوهات ما عمرني كنت راجع لهم، ما عمرني بغيت داك الشيء، ما عمرو شي واحد ترضى على راسه الشو او ترضى على راسه دوك الفيديوهات بحال هكاك، ولكن الظروف قاسيه والظروف كتحكم عليك وكتجبرك دير شي حوايج اللي انت ما باغيتيهمش. نقول لخوتي المغاربه ما تحكموش، لان الظروف الله اللي تيعلم بها، وما عمرنا تنحكموا على الكتاب من غلافه، وراه الله اللي عالم احسن من اي واحد، الله اللي عالم. وتنقول للناس ما تحكموش عليا، راني ظروف، راني في واحد الظروف صراحه ما كنتحسدش عليها، والله ينصر جلالة الملك. واللي دعمنا الله يرحم ليه الوالدين يدخل عندنا قناتنا ديال مراكشيه، واللي ما دعمناش حتى والله يرحم ليه الوالدين. واحد السؤال، ما خدام مع والو كريم 500 درهم، فين كتجي؟ ما دخلتش كر، ما عنديش شي 3 شهور تقريبا. هو انا اللي ما جري عليا ما يجري عليا غدا، هذيك حاجه باينه. ايوا وحالتي كيف بالله تعالى، الا بان لي الله نعس في الزنقه، الا باو لي المغاربه نعس في الزنقه، راه ما عندي ما ندير، حيت الشيء الا ما كاين انا ما خداماش، وهاد القناة مثلا ما كاينش الدعم راه غادي نخرج الزنقه، هذيك حاجه باينه. وقعت خرج معاك المغاربه وما تعاونيش معاك، ما كاين حتى شي حاجه خويا دابا. ماشي ما انا ما نقولش المغاربه كلشي، لا بالعكس، المغاربه على راسي وعلى عيني. لا كاينين ولاد الناس، وكاينين الناس اللي حسوا بيا، وكاين الناس اللي قدروني، وكاين الناس اللي عيطوا لي تيبكيو تيقول لي اختي حنا ما بغيناش هكاك، ولكن راه تنشوفوا الظروف. وكاينين الناس اللي ما رحمونيش، والناس اللي عيبوا عليا، ولكن كنقول لكم هذه قرعه الزيت معلقه في كل بيت، ربما اليوم عندي وغدا عندك. شي صحاب روتيني يا وخا ما اتصلوش بيا؟ لا لا لا، انا مثلا داك الشيء بعيد عليا، انا ما عنديش انا نيش، انا خرجت وقلت للمغاربه انا متلقه وعندي جوج بنات ومهرزه من داري وما نقدرش نخدم. اللي دعمني الله يرحم لي الوالدين، اللي ما دعمني الله يرحم لي الوالدين، ما عندي ما نمثل على حتى شي واحد، وهذاك الشيء اصلا كل شيء باين. نتمنى منكم انكم تدعموني وتوقفوا معايا، انا كيف ما كان الحال كنبقى اختكم مغربيه، بغى اللي بغى وكره اللي كره، وتنتمنى منكم الدعم فقط. انا ما بينا لا لعره ولا حتى شي حاجه، فقط كنتمنى منكم تدخلوا عندنا ديال مراكشيه وتدعمونا، الله يجازيكم بخير، وراه كل شيء باين، كل شيء باين. كي مدعمين بزاف ديال الناس اللي تيدعيو علينا واللي مستحمريننا واللي كذا واللي كذا، كل شيء باين، وعريانين وحالتهم حاله وتيديروا لنا القصص ومدعمين فعلا، ولكن ربما حنا ما عندناش الزهر، ولكن الحمد لله على كل حال. واش اتصلتي بشي واحد يدعمك وطلب منك الفلوس؟ لا قبل هادشي، قبل في الاول فاش هضرنا القناه عيطنا لواحد اليوتيوبرز معروف هنا في اكادير، بالضبط في اكادير، واحد فاس معروف وتيدير الخير هذا، ولكن للاسف ما طلبش مني الفلوس، ما جاوبنيش كاع. واحد ما جاوبك؟ لا، حيت انا كون بنتي مثلا ندعموها في الاول وهذا، ما تحتاج كاع دوك الفيديوهات هذاك الشيء. عندك علاقه مع صوفيا؟ لا ما عنديش علاقه معها، ولكن فقط انا متتبعه ديالها، وكيعجبني داك الشيء اللي تدير، اللي تدير دابا داكشي اللي كدير دابا ماشي قبل، وتنتمنى لها ان شاء الله الحياه السعيده والله يسهل عليها. وصراحه كنقول لك اختي صوفيا ما كرهتش الدعم ديالك، كنقول الله ينصر جلاله الملك والله يخليه تاج فوق راسنا كاملين. من الاخيره الله ينصر جلاله الملك والله يخليه تاج فوق راسنا، ونتمنى من المغاربه يقولوا الله يحسن العوان.